اهلا وسهلا الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد التورته بالبرتقال. كتجي رائعه وسهله في التحضير دغيا كتوجد، كنتمنى تجربوها. ودابا غادي ندوزو باش نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. على بركه الله دابا غادي نحضر الكيك. الطبقه الاولى غادي تكون من الكيك، غتكون غير جينواز صغيره، ما غاديش تكون طالعه بزاف. غادي نحتاج نصف كاس من سكر سنيده، كاس ديال قياس العنبه، و نصف كاس من زيت نباتيه، ونصف كاس من عصير البرتقال، وجوج ديال البيضات، واحد الخماره ديال الحلوه، وقشور ديال حامضه وحده، والدقيق الفرص. انا تقريبا خدام مني واحد 10 ديال المعالق. ودابا غادي ندوز باش نخلط المكونات. بعد ما خلطت الخليط كيف ما كتشوفوا، تيكون على هذا الشكل، ماشي ثقيل وماشي خفيف. غادي نفرغوا في المول ديال الكيك. انا اختاريت هذا المول اللي كيتحل من جنب، اللي دهنته بالزيت والدقيق على هذا الشكل. وغادي نفرغ الخليط، ومن قبل سخنت الفرن على درجه حراره 180. غادي ندخل الكيك يطيب حتى يتحمر من الفوق، وغادي نخرجه تقريبا واحد 10 دقائق بما تحمر الكيك من الفوق ويكون طيب من الداخل. وغادي ندوز باش نحضر الطبقة الثانية. وبالنسبة للطبقة الثانية كنحتاج نصف لتر ديال الحليب، وعندي هنا 4 المعالق كبار من سكر سنيدة، وثلاثة المعالق كبار كريم باتيسير يمكن تعوضوها بنشا، وعندي واحد فاني. غادي نخلط المكونات كاملة في الحليب بارد، ومن بعد غادي نشعل عليها البوطة حتى الخليط يتقال. وهذا هو الكيك كيف ما شفتوا من بعد ما خرجته من الفرن. غادي ناخذ العصير ديال البرتقال واحد نص كاس، وغادي نسقي به الكيك باش ما يجيش ناشف. وعندي الفريز والموز، غادي نديرهم كطبقه مع الكريم باتيسير اختياري، يمكن ما ديروش الفريز والموز، انا غادي نديرهم. وغادي نفرغ الخليط كيف ما كتشوفوا، ونضيف عليه الموز والفريز، وندخلهم الثلاجه حتى يتماسكوا، وندوز باش نحضر الطبقه الثالثه. Thank you.
بالنسبه للطبقه الثالثه اللي غادي تكون من البرتقال، غادي نحتاج 3 الكيسان من كاس العنبه ديال عصير البرتقال، وجوج ديال الفلان ديال فاني او فلان عادي، و 4 المعالق كبار من السكر سنيده. غادي نخلطهم كذلك بحال الطريقه الاولى، نخلط في العصير يكون بارد، عاد غادي نشعل عليهم البوطه تقريبا حتى يسخن الخليط بحال الطريقه ديال الفلان، وغادي نخليه حتى يبرد. ضروري ان تاكدوا ان الخليط يكون بارد، عاد غادي نفرغه في الطبقه الثالثه، حيت الا كان سخون غادي يتخسر الشكل ديال الكريم باتيسير، ما غاديش يجي زوين. من الاحسن ضروري ان الخليط يكون بارد تقريبا، نخليه واحد 5 دقائق او 7 حتى يبرد، عاد غادي نفرغه في الطبقه الثالثه. ومن بعد ما تماسكت الطبقه الثانيه كيف ما شفتوا الخليط ديال البرتقال ها هو واجد حتى برد، ضروري انه يكون بارد كيف قلت لكم من قبل. غادي نفرغه كطبقه ثالثه وندخلها للثلاجه تقريبا حتى تماسك، هو دغيا كيتماسك ولكن من الاحسن التورته انها تكون بارده وهكا غتكون واجده. وهذا هو الشكل ديال التورته من بعد ما بردت كيف ما شفتوا زينتها، يمكن تزينوها باش ما بغيتوا، ما كتاخذش الوقت بزاف انها تبرد، مهم انها تكون بارده وكتجي لذيذه بزاف ومنعشه. كنتمنى تجربوها، ولا جربتوها خليوا لي لايك وكومونتير تحت لا فيديو، وتشتركوا في القناه الى مازال ما اشتركتوش، وشكرا على المشاهده.